نفسك انتي؟ لا انتي ما فيكي تتزوجي. ليش؟ انا بدي اتجوز روهيت. انا وهو بنعرف بعضنا وصحبه من زمان كتير. قلي شو المانع؟ يوم من الايام سالوني اهلي شو رايك في كاريس وانا وافقت. قلي لشوف، عطيني رايك بالزواج من صديق مقرب كتير. ما رح تتزوجي، مو احسن؟ انا متذكر كل شيء، اما انتي مانك متذكره اي شيء. حبيبي قلي ليش عم تحكي معي هيك؟ لانه انتي هلا لازم تضلي معنا، معي ومع بابا. دروب، روح من هون. بس يا بابا هي بدها تتزوج. قلت لك روح، يلا على غرفتك. كويال وانتي بابا. دروف، ما سمعت؟ على غرفتك بهي الطريقة انت؟ لا تتدخلي بشي ما بيخصك. تعرف شو؟ لما عيطت علي هديك المرة انا تحملتك، وصدقني كان فيني ردلك ياها، بس انك تعيط اليوم على ولد؟ ما بسمح لك تتدخلي باموري، انت ما بتعرفي شيء. استنى دقيقه، بعرف منيح متضايق مني، بس لازم تعصب علي انا، مو تقعد تتفشش بابنك الصغير. ما دخلك حاجه تتدخلي، انت ما بتعرفي شيء لا عني ولا عن عيلتي بنوم. اجيتي لهدف ساوي وامشي. انا متاكده انه هو بيشبه امه. بيشبهها بلطافته وهداوته وبحنيته كمان. أنا بقول منيح إنه مو طالع لك، بس يا ريت مرتك تحكي معك وتفهمك لما ترجع على غرفتك مشان هذا الموضوع. صراحة نفسي شوفها لأنها كتير منيحة، يعني كيف متحملتك كل هالسنين؟ عن جد كتير غريبة، شو ما ساوت بتضلك تعصب وما بيعجبك أي شيء. ضحكتي بتعصبك وكمان سكوتي بعصبك، الظاهر ما في شيء تساوي إلا ما بعصبك. بصراحة أنا لو كنت محلك كنت تركتك من أول يوم زواج. أو يمكن كون انتحرت. معقول كيف عم تقضي حياتك مع شخص مثلك؟ عن جد شيء غريب كتير، مو معقول. كيف متحملتك كل هالسنين؟ عن جد كتير غريبة، شو ما ساوت بتضلك معصب وما بيعجبك أي شيء. لو سمحت عم بحكي معك. قليل ذوق، قصدي أنا لو كنت محلك كنت تركتك من أول يوم زواج، يمكن كون انتحرت. شو صاير؟ أكيد صرخ عليكي أنت التانية كمان. ما بيصير تحاكيه بهالطريقة هي، انتي غلطانة كتير. يعني دائما مثل اي عيلة لازم يكون فيها رجال مسيطر على كل العيلة وما حدا بيسترجي يناقشه. ليش؟ لأنه رجال مثلا؟ لا، لأنه لو كان بده كان رد عليكي، بس هو فضل ما يرد. تعرفي ليش؟ لأنه أب رائع وما في أطيب من قلبه. اسمعي منيح يا ميرا، وقت قاله لدروف يرجع على غرفته كان عم يحميه من العذاب، كان حيحس فيه لو رد عليكي. فلهيك بقلك لا تحكمي على حدا وانتي ما بتعرفي. حاجتك بقى، هو ما رد علي لأنه بيعرف منيح إنه معي حق وشي اللي سواه غلط. لا، لأنه هو كان مجروح من جواته. السبع سنين يلي مضت كانت كتير صعبة عليه، وفوق كل هاد عم يخبي وجعه لحتى ما يحسس ابنه، وعم يعوضه عن أمه وياخد دور الأب والأم كمان. بدك قلك شغلة؟ أمه لدروف، أمه ماتت.
من لما كان عمره شهور، وانتي لما حكيتي عنا قدام رودرا هلأ رجعتي فتحتي الجرح. لهيك لازم تنتبهي، فكري منيح بحكي، لا تتسرعي وتحكمي على العالم. دروف، درو، انت عن جد مفكر انه ميرا امك؟ وليش ما تكون امي؟ وحتى انا يا ابني كمان بتمنى هالشي. أنا كل يوم بفكر إنه لو معجزة إلهية بترجع لأمك، دروف، بابا بيعرفها لأمك كتير منيح، صدقني يا ابني، هي مو أمك ومستحيل تكون. بس بابا أنت شو عرفك بهذا الشيء؟ بركي هي أمي الحقيقية وهي نسيانة كل شيء. بس يا حبيبي أنا ملحق معك، وأنا بوافقك، هي ممكن تكون نسيانة كل شيء، لهيك خلينا نلعب لعبتنا المعتادة بس بغير طريقة. مرت أخي، ايه شو كنت عم قول انا؟ بما انه ميرا رح تبقى عنا كم يوم حنلعب لعبتنا، يعني ما رح نحكي شي ورح نضل مخبيين كل شي بيتعلق بامك عنا. ما رح نحكي شي نهائيا، ولا حتى نفرجيها صورها ولا نذكرها بشي. وبعدين اذا تذكرت ميرا اي شي عن الماضي ساعتها حاربح اللعبة، والكل حيوافقني انه هي امي، مو هيك؟ ايه ماشي، انا رح اوعدك هالوعد اني ما رح خبرها اي شيء. تماما، برافو عليك، يلا روح العب مع كويال. مرت اخي ليش قلتي؟ بعرف رودرا، بعرف اني كذبت عليه لحتى ما يزعل. بما انه ميرا بقياني عنا كم يوم، شوي شوي بالنهاية دروف حيعرف لحاله إنه هي مانا أمه، وإنه ما حتحل محل بارو. طول ما أنا هالبنت موجودة هون ما لازم تعرف أي شي عن بارو. سامحيني بارو، لازم تعرفي إنه كل شي عم أعمله لمصلحة دروف. ما كنت رح شوف الصورة لأنها شخصية. اسمع رودرا، أنا آسفة عن جد، كل شي حكيته معك من قبل أنا ما كنت بعرف شي نهائياً. إنه مرتك، صدقني ما كنت بعرف. لو كنتي بتعرفي ما دخلتي على بيتنا بالغصب؟ شو عم بتقول رودرا؟ لمعلوماتك أنا ما دخلت بيتكم بالغصب، بالعكس كانوا الكل حابين وجودي، إلا أنت معارض هذا الشيء، وأنت بتعرف هالشيء وبترجع بتدليه.
يعني ما كان في داعي تعيد هالحكي كل مرة بتشوفني فيها. وشو دخل هالحكي بوجودي عندكم؟ ولا شيء. انت فيكي تمشي اذا خلصتي. لحظة شوي، انت ليش بتكرهني رودرا؟ يعني انا اجيت لاعتذر منك وخبرك انه انا ما عم بفهم طريقة تفكيرك بنوب. شو يلي ما فهمتي؟ شو يلي ما فهمتي؟ انت يا ترى خسرتي حبيبك من قبل يلي كان هو اهم شي بحياتك، وحتى انه مات بين ايديكي، وتمنيتي لو روحك انت بقيت معه؟ يا ترى عانيتي مثلي بهالشي؟ شو شايفك سكتتي؟ جاوبيني لشوف اذا عانيتي هيك. طبعا ما فيكي، مستحيل بحياتك ما رح تحسي. وشغله تانية، انا ما بكرهك بنوب، بس بكره تصرفاتك الغبيه. كل شي عندك مزح، بس انا ما بلومك لانك مدلله وعنيده وانانيه. تعرف شو؟ عن جد انا ما بيهمني رايك فيني بالمره. بعرف حالي على القليله اني سعيده بحياتي، ماني تعيسه. مو مثلك حابس حالك وعايش باحزانك، والعالم كله لازم يكون تعيس بس من شانك، وفوق هيك كمان بتصب عصبيتك كلها على العالم اللي حواليك. خلاص، ما دخلك فيني. عم تفهمي كلامي؟ روحي من هون. وبتعرف شو؟ انت عن جد واحد كتير مريض. انتوا ليش صوتكم طالع وعم تتخانقوا؟ خناق؟ مين عم يتخانق؟ ها؟ لا لا لا، انا بس كنت عم جرب صوتي. مو صحيح. لا عن جد صدقني. كيف يعني عم تجربي؟ ليك شوف. لساته عم يجعني، لهيك لازم صرخ بأعلى صوتي لأرتاح. واو، هيك أحسن، صار بلعومي مرتاح. شو رأيك تجرب؟ حبيبي لا تخاف، يلا حاول، حتى أبوك صرخ مثلي. يلا حاول. طيب. برافو عليك، هات كفك. حبيت هاللعبة كتير، رح روح خبرها لأكوياري مشان ترتاح. طيب. كل شي غلط، يلي عم يصير كله غلط. صح موهيني، القدر عم يلعب لعبته معنا. مساكين رودرا ودروف، فعلاً مو سهل عليهم. ومين المستفيد بقى من وجود شبيهة بارفاتي؟ سومير، ونحن لازم نتحمل غلاظتها. نحن قاعدين على أعصابنا، وانت شو مو شاطرة غير بالحكي. شباك عم تعطي أجار للغرفة عن كل يوم بقرة جحا. ما بعرف ولا بدي أعرف عن هالشي أبداً. أصلاً غرفة سومير كتير سيئة، بعكس غرفتنا نحنا، كبيرة كتير وشرحة ومهواية. إذا دفعت لسومير هالمبلغ لازم تعطينا على غرفتنا أكتر بكتير من اللي عم تعطيه. ليكي موهيني، يعني سومير عطاها غرفة شتابدي وهو عنده غرفته، أما نحنا إذا عطيناها غرفتنا وين بدك يانا نروح بحالنا؟ يعني بدك يانا ننام بالممر ولا بالأبو مثلا؟ لا بقى تفتحي هذا الموضوع، بدي نام. بعدين صرخت مرة تانية. صحيح، انت بتعرف شو في بكرة؟ بكرة بيكون يوم الراكي. ولك شبك، هاي عشر مرة بتخبريني من الصبح. فهمت مالي نسيان. بس انا خايفة تكون نسيان، بتعرف انه بدي اللعبة كهدية؟ قلتلك مالي نسيان، بس بابا خبرني انه اهلك ما رح يقبلوا جبلك هاي اللعبة بالعيد، لهيك ما بحسن اقدملك ياها هدية. آسف. طيب ليش يعني؟ أنا بدي إياها وهي كتير كتير غالية، مشان هيك ما حدا رح يجيب لي إياها. يعني هاي اللعبة حقها 800 وأنا لهلأ صمدت 300 من حقها، يعني
يعني باقي لي 500 بس. مو مشان حقها يا كويال، لأنه خالتي ميتالي قالت إنه ما بيصير نشتريها لأنه عندك كتير ألعاب مو بحاجة. طيب ليش الكل عم يحكوا نفس الشي بهذا البيت؟ كل بنات صفي عندهم هاللعبة إلا أنا ما عندي إياها، ما حدا بيحبني من عائلتي، ما حدا بيشتري لي إياها. خلص إنتي لا تزعلي، هاشتري لك إياها. عن جد؟ كيف هيك؟ من وين المصاري؟ خليني أفكر. طيب بس بدك توعدني ما تخبر حدا عن هالموضوع حتى ما يخانقوني لأنهم رح يخانقوني. طيب ماشي، خلص هاد وعد شرف. سامحني بابا لا تزعل، بعتذر، أنا عم باخد المصاري منك بس مشان كويال، عن جد آسف. كويال بينقصا 500 وأبي رح يديننا إياهن. 100 200 300 400. حبيبي شو عم تساوي؟ قلي مو عيب عليك؟ عم تاخد من جزدان أبوك المصاري؟ ما حلوة منك، كنت مفكرتك عاقل ومؤدب أكتر. مو قصدي، أنا آسف كتير، كنت بدي أقول بس. عن جد؟ وإمتى كنت رح تقول؟ بعد ما تصرف المصاري؟ أمانة ما تخبري أبي لأنه رح يزعل مني كتير إذا عرف. طيب خلص، بس أنت بتعرف منيح إنه هذا الشي غلط وما بيصير. قلي ليش عملته؟ اليوم هو احتفال الراكي، كنت بدي أعطي كويال 500 لتشتري اللعبة مشان هيك. طيب انت ليش ما طلبته من ابوك؟ لاني بعرف انه ابي ما رح يرضى يعطيني غير 100، بعرفه منيح. مو معقول كل هالقد بخيل؟ لا ابي ماله هيك، بالعكس ابي ما في منه. ولما خبروا انه كويال بدها لعبه ما رح يقبل لانه اهلها ما بيرضوا بهذا الشيء، لانه هي عندها العاب كثيره، فهو بيحترم راي اهلها، وكمان هو ما بحب يزعلهم منه او مني. خلص ماشي حبيبي ولا يهمك، أنا بعطيك ياهن. لا ما بيصير، هذا غلط. آخ منك عن جد الولد سر أبوه. طيب ماشي، بس عندي فكرة حلوة كتير، بس ما بعرف يمكن تكون صعبة عليك شوي. أعطيك ياهن لقاء تشتغل عندي، شو رأيك؟ اتفقنا؟ اتفقنا، هيك أحسن. وهلأ روح على غرفتي واستناني، وأنا رح رجع الجزدان لمطرحه قبل ما يفيق. شو عم تعملي؟ شو مفوتك على غرفتي؟ شبكي؟ حاسك خايفة؟ عفوا، بس شكلك انت الخايف. انا ماني خايفة لا منك ولا من غيرك. اللي من وين جاي هذا الصوت؟ صوت؟ أي صوت؟ هذا الصوت؟
ما بهم. شو عم تعملي بغرفتي هلا؟ ببساطة أنا جاية لحتى صبح عليك. صباح الخير أستاذ. صباحو. بس هيك؟ أكيد. تعرف أنا حدا كتير لطيف ولهذا السبب. حاجتك بقى، طلعي من غرفتي بسرعة. جزداني؟ أنت شو بدك بجزداني؟ عفواً؟ أنا ماني جاية لحتى أسرق من جزدانك مصاري. أصلاً لما بشتري ما بشتري غير أغلى الماركات، لهيك اسمعيني منيح، بلش راسي يوجعني من تصرفاتك. ماشي، وأنا كمان رح عصب رايحة من هون. لك شو هالصوت؟ من وين جاي؟ طيب مثل ما شايف حضرتك غرفتي قايمة وقاعدة، بس بالعادة بتكون غرفتي كتير مرتبة، بس من لما انتقلت لهون صارت هيك بهي الفوضى. طيب تعال. اوكي، رح أعطيك مهمة جديدة. شو رأيك تساعدني حتى ننظف هالغرفة مع بعض؟ انت جاهز؟ حلو. طيب من وين رح نبلش؟ من وين رح نبلش؟ ايه، بالتياب. وأول خطوة رح نطوي التياب. حتساعدني مو؟ عظيم، خلينا نبلش هلأ. حبيبي بتعمل مثلي ماشي؟ ما رح تزبط معي أبداً، قصدي إني ما عم أقدر أعملهم مثلك. لا بالعكس، انت عم تعملهم بطريقة حلوة كتير وبتطير العقل، عن جد حلوين. يلا شو رأيك نخلص منهم بسرعة مشان نشتري لعبة؟ عندي فكرة حلوة، كمل طويل تياب لبين ما روح جيب عصير طيب. ماشي؟ لو سمحتي بدي عصير برتقان. يلا اعملي العصير وكوني جاهزة يا موهيني لتكسبي مصاري كتير من هالشغل. لو سمحتي بدي كاستين عصير برتقان. ايه شي اكيد، عنا عصير برتقان وليمون. يلا رح اعملك العصير اللي اخترتيه. بالمناسبة ما تترددي وتخجلي مني نهائياً، طلبي اللي بدك إياه، أنا موجودة هون بالخدمة. شي أكيد، ليش في غيرك أطلب منه؟ كنت عم قول إنه الغرفة اللي أنت قاعدة فيها ما بتناسبك أبداً. هو يعني أنا كان قصدي إنك ترتاحي بالأخير بس. عندي غرفة أحسن منها وشرحة بتاخدي راحتك وفيها أطلالة بتجنن، أنا متأكدة رح تحبيها وترتاحي فيها كتير كمان. هلأ بالنسبة لأغراضك لا تشغلي بالك فيهم أبداً، أنا بنقلك ياهم، بس بدك تدفعي شوي زيادة عليهم وفوراً بتاخدي الغرفة. بالأول بدي منك طلب، لا تخبري حدا عن هالقصة. فهمت عليك، يعني أنتي عم تطلبي مني روح خبرهم إنه الغرفة اللي أنا فيها مالي مرتاحة فيها وإنه بدي غرفة تانية وإطلالتها تكون أحلى ورح تاخدي مصاري على هاي الخدمة مني؟ يعني معتبرة أنه هذا شغل؟ هذا غش بحد ذاته. معقول؟ اسمه غش وكذب؟ لا غش، نسيت شو أقول. مو مشكلة، أنتي عم تخدعي اللي عم تشتغلي عندهم مشان تربحي مصاري. شو؟ قصدي أنه أنتي مجرد خدامة هون. شو؟ شو عم تحكي أنتي؟ شو ما بتعرفي؟ إنه بالرغم من مشكلتك العقلية هن خلوكي عم تشتغلي عندهم هون وما تخلوا عنك وصرتي من العيلة، بس أنتي ما هيك عم تغشيهم بالحركات تبعك.
خدامة؟ مالي خدامة؟ طيب خدي هاي المصاري مشان العصير. لك يلا خديهم، وأنا أكيد رح أعطيكي مصاري أكتر إذا اعتنيتي فيني منيح. رجاءً لا تفكري نهائياً مرة تانية إنك تخدعيهم، هالناس كتير لطيفين. خدامة؟ شتابدي؟ شو صار يا ماما؟ ما كفوك المصاري؟ طولي بالك مشان تعملي لها العصير وتكوني مرتاحة شوي. راحت وفوراً عطتك 500 بس كرمال العصير. معناها إذا أنتي بتعملي لها أكل فكري فكري قديش ممكن رح تعطيكي مصاري من ورا الأكل يلي بدك تطبخيه. أنتي اللي قلتي لها أني خدامة؟ شو اللي صار مع أميرتي الحلوة؟ ليش هالقد مزعوجة حبيبتي؟ هذا اليوم الثاني لإلي بهالبيت، وهذا اليوم يوم خاص كتير لأنه بيكون عيد الباند هاند والكل رح يحتفلوا بهي المناسبة. وحبيبة قلبي الصغيرة اليوم رح تاخد هدايا كتير، يلا بتسمو. يلا كويال شبكي بتسمي. برافو. شوفي هي إجا عمك رودرا لعندك. أخي رودرا؟ هذا حلو راكي، سونهيري بعتته لجوزي وهي عملت حسابك انت وسومير اكيد. دروف وينه؟ فكرت انه هو معك، وين راح؟ لا هو ما كان معي. دروف اهدو شوي. اكيد هو بشي مكان بهذا البيت الكبير. شبك دروف؟ شو صار لك؟ دروف؟ دروف؟ شو صار؟ دروف شو صار ابني؟ انت شو عم تعمل هون؟ حبيبي لي شو صار؟ خليكي بعيد عن ابني. دروف شو عم تعمل هون؟ انا وقعت. كيف أذيت حالك شو صار ابني؟ قلت لي خليكي بعيد عن ابني. هي علبة إسعافات أولية. عطيني إياها. دروف شو كنت عم تعمل هون؟ جاوب شو كنت عم تعمل؟ كيف أذيت حالك هيك؟ إنه يمكن هو طلع على هذا الكرسي وبجوز ما عاد توازن ولهيك وقع عنا. يا قدير كنت عم ترتب الغرفة؟ مين طلب منك تعمل هيك؟ لك انت كيف بتتجرأي؟ لا 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 رودرا استنى. كيف بتتجرأي وبتطلبي منه هيك؟ ها؟ رودرا انت فهمان القصة غلط، اسمعني بكفي ولا كلمة. شبه رجلك؟ ورجيني بابا. خليني شوف، ورجيني وين انأذيت. بس بابا أنا كان بدي. لك قلت لك اهدى. قلي مين يلي طلب منك تعمل هيك؟ ليش كنت هنيك؟ هي يلي طلبت؟ لك احكي يلا خبرني، ليش رتبت لها غرفتها؟ يعني احكي هلا وآخذ راحتي؟ ايه قول. رودرا علبة الإسعافات. أنا ماني بحاجتها. هو ما عم ينزف. اسمعني انت غلطان بحقي، انا اسمعني بس بابا بترجاك لا تتحرك من تختك، تعالي معي. ترك ايدي، لك اتركني. اوي خلص عم توجعني، ترك ايدي. ايه بدي وجعك، شو رح تعملي؟ احكي شو رح تعملي ليكون رح تحكي هلا مع عمك وتخليه يقلعني. اعملي شو ما بدك، ما بهمني شو ما عملتي، انا بس مزعوج على ابني وما بهمني الشيء. رودرا على القليله خليني اشرح شو صار. شو يلي صاير؟ يلا اشرحي. فهميني ابني شو عم يعمل جوات غرفتك؟ عم يرتب ثيابك وكان عم يطب لك اغراضك، مو خجلانه من حالك؟ ها؟ كيف اجى من قلبك تطلبي من طفل صغير انه يشتغل؟
وبسببك انت هلا هو بالتخت وشوفت عينك عم يبكي. شفتي؟ انا طلبت منه يطوي الثياب مو اكثر من هيك، بس ما بعرف ليش هو طلع فوق الكرسي. كيف تجرأتي تطلبي هذا الطلب؟ لك كيف بدك تطوي لك ثيابك؟ بس انا كان بدي ادفع له. تدفعي؟ لا لا، انت عم تشتري ابني بالمصاري؟ ها؟ انت فكرتي خدام عندي؟ رودرا انت فهمان الموضوع غلط. لحظة شوي، هدفك انه توصلي على هذا البيت، انت استخدمتي مصاريكي بس مشان توصلي على بيتنا، بس هذا مو معناته انه نحن من الشغلات اللي فيك تشتريها، واذا دفعتي ما بتقدري تحطيه بغرفتك. بعدي ابني عن هالتصرفات تبعك. انا حذرتك كثير قبل هاي المرة وطلبت منك انك تكوني بعيدة، واذا هذا الحكي ما عم يفيدك لحتى اعرف كيف اتصرف. اسمعني. شوفي، لازم تسمعني هلا. مو انا اللي لازم بعد ابنك عن هي التصرفات، لانه انا ما غلطت باي شيء طبعا، بس انت حطيت ببالك واخذت فكره مسبقه عني انه انا هلا غلطت. تعرف شو، انت من النوع اللي اي حدا بيسكت قدامك بتفكر فيه عاطل وبتشوف بس اللي بعقلك، بتفكر انه انت الوحيد اللي صح وباقي العالم اغبياء. واذا بدك الحقيقه، اللي هلا غلطان بيناتنا هو انت، والمفروض من هاي اللحظه لا انا ولا حتى ابنك ولا اي حدا بالعالم يحكي معك، لانه انت ما بتستاهل. بابا اسمعني يا بابا، هذا الغلط مو غلط ميرا. قلت لك لبقى تجيب سيرة تدروف. صدقني هي ما طلبت مني شيء، بالعكس أنا اللي قلت لها أني بحاجة لمصاري. شو؟ شو عم تقول؟ وعدني إنك ما رح تخبر حدا عن هالموضوع. طيب ماشي، بوعدك وعد شرف. لا ولا شيء. كيف ولا شيء؟ دروف دروف تعال شوي. دروف. بدك الصراحة؟ أنا بعتقد بهي المرة إنك كتير غلطت بتوقعاتك مع هالبنت. مرت أخي بعرف إنه معك حق بكل كلمة، هو يلي طلب منا، بس بيضلوا ولد وهي المفروض تكون واعية، كيف بتخلي الولد يشتغل؟ هذا ما كان غلطي وأنا عم بحلف لك، بس أنا كنت عم حاول ساعده للصبي وكان واقف زعلان المسكين. إجا وقالي حابب يشتري هدية لكويال، بس حرام هو ما كان معه مصاري، وحبيت ساعده بس بعرف أني تصرفت بغباء وخليك الولد يشتغل معي. أنا أبداً ما كنت بقصده، أنا مستحيل أتصرف هيك تصرف وضيع بهالشكل. تعرف شو؟ لازم أسأل رودرا بالأول إذا بقدر أعطي ابنه مصاري وفرحه بهالشي، هيك رح يكون تمام. لا، وقتها أكيد رح يستلمني ويعطيني محاضرة عن احترام الذات. أنا بعرف إنه المسكين تأذى كتير وما كان بدي هالشي يصير، ورودرا الغبي الكلام اللي قال لي إياه إنه ابنه ماله للبيع وإني عم بشتريه بشوية مصاري، معقول هيك يحكي معي؟ أنا مستحيل أعمل هيك شي مع الصبي. لا مو معقول، معقول أنا هلأ عم ببكي؟ لا 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 أميرة، ما فيكي تبكي، خلص ما فيني شي. هذا التصرف أبعد ما يكون عني. لا لا أنا ما عم ببكي. كويال بنتي تعي لهون فوراً. دروف تح ايدك فورا، كويال رح تعطيك هدية. يلا اوعى. يلا دورك انت.
بكرة شو بيكون؟ بكرة بيكون يوم الراقي. تذكروا اوعى تنسى، بدي اياك تجيب لي هدية حلوة. دروف؟ دروف؟ دروف تعال. مرت أخي، احتمال كبير إنه حس بغلطته لهيك طلع ومشي. كويال؟ كويال؟ أنا بقدر أفهم منيح ليش هو زعلان لهالدرجة، بس يعني شو ما صار؟ ما كان لازم أنت تعيط عليه وتخانقه أخي رودرا. كويال؟ شو بأيدك؟ كويال؟ كمان أنتِ؟ لك شو عم يصير معك أنتِ ودروف؟ ليش بإيدك هاي الكاميرا؟ أخي لحظة، على القليلة فهم منا، بركي بدها تقلك أي شيء. كويال؟ شو هاد بنتي؟ عمي أنا هلأ رح فرجيك شغلة ومن بعدها رح تفهم كل شي عم بيصير معنا. شو هاي؟ هذا ما كان غلطي وأنا عم بحلف لك، بس كنت عم حاول ساعد دروف وكان واقف زعلان المسكين. إجا وقال لي حابب يشتري هدية لكويال، بس حرام هو ما كان معه مصاري. أنا بعرف إنه المسكين تأذى كتير وما كان بدي هالشي يصير. ورودرا الغبي، الكلام اللي قال لي إياه إنه ابنه ماله للبيع وإني عم بشتريه بشوية مصاري، مستحيل أعمل هيك شي مع الصبي. دروف وعدني هديك المرة إنه مستحيل يخبر أي حدا ويجيب سيرة هالشي أبداً، لهيك هو اشتغل مشان المصاري. رودرا أخي، هذا يعني إن... إيه شو يعني؟ أخي رودرا، هذا مو غلط ميرا أبداً. المفروض هلأ إنك تروح وتحكي مع... مرت أخي، أنا عندي شغل كتير. كويال، يلا بنتي، روحي رجعيها من مكان ما جبتيها، يلا. شو صار؟ اجينا لعندك مشان نعتذر منك. آسفين؟ منشان شو؟ بابا عصب عليكي وضايقك وكله كان بسببي أنا، آسف. لا، أنا لازم أعتذر. دروف عمل كل هالشي منشاني، أنا اللي كنت السبب، لأني طلبت منه يجيب لي لعبة، آسفة. ولا يهمكم يا أولاد، ما في مشكلة، بس انت لساتك زعلانه منا ونحن جينا لهون منشان نشوف الابتسامه على وشك. عن جد؟ تعوا لهون. قولوا لي، ما طلعتوا على وشكم من قبل؟ بدكم ابتسم؟ بشت. وانتوا زعلانين؟ المفروض انتوا تبتسموا بالاول مشان اقدر ابتسم مثلكم هلا. ماشي، استنوني لحظه، يلا اقعدوا على التخت. اسمعني، أنا عم بسمعك، قلي بسرعة، يلا قول، لا تضيع لي وقتي. ماشي، هالقصة كانت بين الأولاد، هنن كانوا كتير زعلانين، حتى إنه ملامحهم تغيرت وصاروا بشعين؟ لأن الأولاد كانوا زعلانين لأنه أبوهم كان قاسي وعصبي كتير. وليش هيك أبوهم عصبي؟ لأن هدول الأولاد كانوا كتير شقيين. هذا الشيء كتير طبيعي مع الأولاد إنهم يكونوا شقيين. أكيد إذا كانوا محتاجين أي شيء ببساطة بيسألوا البابا، وإذا ما وافق البابا على طلبهم أكيد رح يخبرهم ليش هو رفض الطلب. استنى، أنت ليش عم تحيرني؟ عم بتقلي أبوهم هو كتير عصبي؟ معناها الغلط مو على الأولاد. ايه طلعوا، وهلأ صار لازم ميرا تبتسم. بس شو لازم تعملوا حتى ميرا تبتسم مثلكم؟ بس نحنا ما عم نعرف كيف فينا نخليها تبتسم. موسيقى؟ صح، موسيقى. ماشي، تيكي 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 تيكي.
لك هلا انا شوف انا بصراحه استنى شوي ليش عم حاول فسر لك الموضوع انا بكرهك لا انا كنت يعني في جرس عم يرن من وين جاي هذا الصوت شوفي لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.